إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإني ذكرت في ختام درس سابق أن الله تعالى دعا الناس إلى أن يتأملوا وإلى أن ينظروا، بالمعنى بمعنى التفكير، إلى السماء كيف خلق، كيف بنيناها، كيف بنيناها. وقد قلت إن الحديث سوف يركز على هذه الكلمة كيف، لأن الله تعالى لم يدعو إلى النظر في السماوات من حيث هي سماوات، ولا إلى الأرض كذلك، وإنما دعا إلى أن يركز الإنسان ويتسلط النظر على الكيف، على كيف خلق الله السماوات. وهذا شيء آخر، وهذا الخطاب حينما نجمعه إلى جانب خطابات أخرى نجيب به عن تساؤل الذين يتساءلون عن قيمة العقل في الإسلام، وعن دور العقل في تحقيق الإيمان وترسيخه. فهذه دعوة، لأننا حينما نقتصر على هذا الأسلوب الذي هو إحصاء كلمات العقل، إننا نأتي بآيات فيها العقل وفيها التفكر مثلا، ولكن هي ليست كافية، أي لا بد أن نضم إليها كل الآيات الأخريات التي نجمعها لنصل إلى فكرة شاملة عن قيمة العقل وتوظيف العقل في الشريعة الإسلامية، بناء على خطاب القرآن لا على أقوال القائلين التي يمكن أن يؤخذ منها شيء ويرد. تعرفون أن الناس فيما بعد تحدثوا عن العقل، وجاء آخر تحدثوا عن شيء آخر هو العقلانية، وذهبوا أبعد من الحديث عن العقل. وكان هناك من يرى أن العقل لا مدخل له في الشريعة ولا في فهم الدين، وأن الأمور كلها توقيفية. وهؤلاء لهم توجه، وهناك آخرون حكموا العقل وذهبوا به أبعد، إلى درجة أن قالوا بأنه يترتب عما يدركه العقل تكليف ولو قبل مجيء الشرع. وهؤلاء أيضا ذهبوا وغالوا. والحقيقة التي كان عليها الناس وهي أن العقل له مدخل قوي في فهم النص، أي النص معتمد، لأنك لا تستطيع أن تؤسس مفهوما دينيا خارج النص. لماذا؟ لأن الدين هو وضع إلهي أصلا. الدين كما نشرحه ونفسره هو وضع إلهي قائد للناس باختيارهم إلى ما فيه صلاح الدنيا وخير الآخرة. هو وضع هكذا إلهي، فخير خارج الوضع الإلهي لا تستطيع أن تكون دينا إلا عند الذين لا يفهمون معنى الدين، أي هؤلاء الذين يجترئون الآن ويقول نحن لابد أن ننظر وأن نغير وأن نطور. كل ذلك صحيح، ولكن ذلك قد لا يكون دينا، قد يكون آراء شخصية. وحينما تريد الناس، تزيل الناس من أن يكونوا مؤتمرين بالنص الشرعي وهو مطمئن، وتجعلهم مؤتمرين برأي زيد أو عمر، فأنت تخضعهم لآراء البشر، والبشر بالتأكيد تكون لهم آراء أخرى، لن يخضع أحد، لن يستسلم أحد. إذن هذا كما قلت، وأعود إلى المنطلق، وهو هذه الآيات ونظائرها. وقد تحدثت في دروس سابقة عن آيات أخرى يجمعها طالب العلم ويضعها في خانة ليحتج بها حينما يتعلق الأمر بمنزلة العقل في الإسلام. إذن فهذا توجيه قرآني إلى النظر، ولكن ليس في النظر في الكتل، في الأجسام، في الأثقال، في الأحجام، وإنما هو نظر في شيء معين هو الكيف. والكيف هذا هو له معنى لغوي، ثم صار له معنى اصطلاحي، وهما ليس متباعدين. الآن
أقول لكم إن الكيف هو واحد من المحمولات، هكا خذوا الكلام سأوضحه، من المحمولات التي تعم الكون كله. أي هناك محمولات، والمحمولات أحكام تعم الكون وتستقطب الكون كما كان يرى ذلك فلاسفة اليونان. على العموم إن الفلاسفة وإن المفكرين كان الفلاسفة اليونانيون، وهذا شيء أيضا أخذ به المسلمون وتبنوه، لأن كل ما لا يعارض الشريعة الإسلامية المسلمون لا يرفضونه فقط لأنه صيغ بألفاظ أخرى. قد يكون الشيء نتاج تفكير، والإسلام ليس ضد التفكير وليس ضد العلم، فقد يقبل به الناس رغم أنهم مأخوذ من 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 ثقافات أخرى. يقولون إن هذا الكون أساسا مكون من شقين كبيرين، من ما هو جوهر وما هو عرض. أي الكائنات تنقسم إلى هذا النحو. الجوهر هو الحقيقة المنفصلة تماما والمستقلة عن الأعراض، وهي مسألة تجريدية إن شئتم، مسألة تجريدية. فأنت مثلا حينما تأخذ برتقالة، برتقالة التي تراها الآن وتلمسها تجد فيها استدارة، وتجد فيها ليونة، وتجد فيها احمرارا، وتجد فيها ماء وما إلى ذلك. هي هذه صفات هذه البرتقالة، لكن هذه الصفات ليست هي البرتقالة، هذه الصفات هي أعراض البرتقالة، صفات البرتقالة. وهذه الأعراض بطبيعتها تقبل الزوال والبقاء، لأن العرض لا يستمر دائما، وكما كانوا يقولون العرض لا يستمر زمانين، بمعنى أنك هذه البرتقالة تجدها اليوم لينة، وقد تعود مرة أخرى فتجدها قد تصلبت، تكون خضراء ثم تجدها قد احمرت، ثم بعد ذلك تجدها قد ذبلت، وهكذا. هذه الأعراض تتوارد على البرتقالة، لكن أنت ليس بيدك إلا هذه الأعراض. فهم يقولون لو أننا أزلنا من هذه البرتقالة ليونتها ولونها وصفتها ومائيتها وما إلى ذلك، لو أزلنا كل ذلك وسحبنا ذلك، وهذا مستحيل، فإن الذي يبقى بعد ذلك هو جوهر البرتقالة. الجوهر هو غير الأعراض، إنما أنت إنما تنظر في الأعراض. مثلا مثل طالب من طلبة الآن، نراه الآن طالب من طلبة جاء مثلا، نراه جلس بعض طلبتنا كانوا صغارا، فجاءوا فتيانا صغارا بصفات، ثم أصبحوا يكبرون ويرتقون وتتغير أجسامهم، ثم إذا بالواحد منهم تجده ربما قد بلغ 40 سنة، فتجد أن صفاته التي لقيته عليها قد ذهبت، إن لم يعد صغيرا، لم يعد نحيلا، لم يعد أسود الشعر إلى غير ذلك. فإذا بك الآن أمام صفات أخرى، بمعنى أن أعراضا أخرى جاءت، ولكن حقيقة هذا الطالب هي حقيقته الأولى، الجوهره بقي، وإنما أعراضه التي توالت عليه وتغيرت. وقد تجد هذا يوما ما مثلا شيخا عجوزا فانيا منطويا، فتقول هل كان هذا الشيخ الآن الذي تراه شخص شيخ فاني عجوز منطوي نحيل، هل هو هذا الذي كان يوما صبيا وكان يعبث وكان يلعب وكان مرحا؟ تقول كأنه ليس هو. لكن لماذا وقع كل هذا؟ لأن الأعراض تتوالى، ولكن حقيقة الإنسان
تلك الحقيقة لم تتغير. فهذا هو نفسه، نفسيته نفسه، نفسيته قد تتغير، قد يكون في صباه مرحا وفي شيخوخته قد يصير عابسا حزينا كئيبا لتوارد كثير من الأوضاع. فقد يكبر الإنسان وقد يفقد الولد ويفقد الزاد والمال، فتكفهر نفسه ويتحدث حديثا فيه بؤس وفيه قتامة. إذن هذا كله، لذلك قلت لكم الحقيقة أو الجوهر هو ما نحتفظ به بعد أن نستبعد كل الأعراض. وهذه مسألة كما قلت لا ترى، هذه مسألة تجريدية، لأننا لا نرى الأشياء إلا من خلال أعراضها. فهمت؟ إذن هذا الجوهر هو الحقيقة، وهذه الصفات التي تتوالى عليه، أو إن شئتم قلتم الأوضاع التي تتوالى عليه، حاول الفلاسفة أن يحصروها وتحدثوا عنها قديما وقالوا فيها بما قالوا، وناقشهم علماء وقبل منهم علماء مسلمون، وأصبح هذا جزءا من تراث البشر. قد لا يقبل به أحد أو يرى رأي آخر أو يكون له على ذلك اعتراض، لا مانع، ولكن هذا الذي كان. فأرسطو كان سنة 382 قبل الميلاد، عاش من 382 إلى 322 قبل الميلاد، قبل الميلاد ولميلاد عيسى عليه السلام. ثم أضف إلى ذلك 20 قرنا و 19 سنة. ترون كيف أن هذا أرسطو كان بعيدا عنا في الزمن. وهذا لماذا أقول هذا؟ لأن هؤلاء الذين يتصورون أن الأفكار القوية أو الجيدة هي دائما التي يأتي بها الأشخاص الذين هم الحناء أحياء وهم الحداثيون، لا، إن الصحة لا صلة لها بالزمن. قد يكون الشيء صحيحا وهو قديم، وقد يكون الشيء حديثا جدا ابن لحظته وهو تافه لا قيمة له. فالحداثة إذا كانت بمعنى تحكيم الزمن فهي خطأ، إذا كان لها معنى آخر يجب أن نبحث عنه. لأن بعض الناس أو بعض الأشخاص تلتبس عليهم الأشياء فيقولون هذا شيء حداثي ويجب أن ندخل عصر الحداثة وما إلى ذلك، فيتوهم الناس أننا يجب أن ندخل هذا العصر الحديث، الحداثة والعصر الحديث، وهذا ليس صحيحا. دائما رب شيء قديم هو صحيح وقوي. الأديان قديمة وصحيحة وقادت البشرية إلى الخير، ها؟ وهؤلاء الذين يسمون الآن الأشياء ويدخلون اعتبار الزمن، أنبهكم الآن إلى واحد الحالة. حينما يقال الآن وتأتي حالات من الشذوذ الذي يسمونه المثلية وما إلى ذلك، ويضغط على الناس ليصفقوا لهذا، يجب أن تعتبر أن هذا الشذوذ وضع إنساني. يقولون لك في الدفاع عن المثلية إن المثلية هي شيء وجد في التاريخ، ليست المثلية بنت اللحظة. المثلية هذا الشذوذ الجنسي أو هو ليس وليد اللحظة. لماذا نعيبه الآن على الناس ونقول من قال لكم إن الشذوذ وليد اللحظة؟ المثلية سجل القرآن عنها حديثا كبيرا في قوم لوط. وهل كان قوم لوط في القرن العشرين؟ هذا القرآن يقول لكم بأن هذا من أقدم ما فعل الإنسان، لكن كونه قديما لا يعني أنه صحيح. لاحظوا هذا يلبس به، كونه قديما يحاكم بمعايير الصحة والخطأ. إن قلتم إن هذا يجب، أي شيء يجب أن نقبل به لأنه قديم، وأقول لكم بموجب القرآن أن أقدم منه هو قتل الإنسان للإنسان، أقدم من شذوذ هو قتل ابن آدم لأخيه. والله تعالى تحدث عن ابني آدم، وكان ابنين فقط، أي في الزمن المبكر من تاريخ البشرية كانت المعصية الأولى هي قتل. هل معنى ذلك أن القتل سيصبح مباحا لأنه قديم، لأن إنسانا في الزمن السابق قتل؟ وهل سنقول إن المثلية حديثة
صحيحة لأنها كانت موجودة في التاريخ، هذا عبث بالقيام. المعايير لا يجوز أن نعبث بها، المعايير تذكر ليعرف ويبقى عليها ليعرف ما هو صواب مما هو خطأ. ما يصلح الإنسان، ما يستبقي الوجود البشري صواب، ما يدمر الإنسان ليس صوابا، ليس صوابا، ولو فعله جميع الناس. إذا كنا نبشر الناس بنهاية الجنس البشري بالعلاقات التي لا تنتج ولدا، فإذن يجب أن نقول لنا هذا جانب يجب أن نهتم به، هذا المعيار. إننا حينما نبشر الناس بهذه المثلية فإننا نبشرهم بالفناء. نقول لهم أيها الناس إذا صرتم كلكم في هذا الاتجاه فأبشروا بأنكم منتهون بعد مدة. من أين يأتي النسب؟ النسل من أين يأتي الإنسان؟ الله أراد للإنسان أن يستمر، وأنتم تريدون له أن ينقطع. ما قيمة هذا إلا أن هذا يلبي شهوة ولكنه يحقق فناء، وتلك الشهوة التي تلبى بذلك تلبى بكيفية أنظف بالعلاقة الجنسية الصحيحة. إذن فلا جدة في الأمر ولا شيء يستدعي أن نقول إن هذا الأمر. وهذا خطاب له من يدعو إليه ومن يسانده، ويعلم الله أسباب هذا الخطاب لماذا يجد من يدافع عنه، مع أنه هو خطاب للموت، للفناء، لنهاية هذا الإنسان. إذا أخذ الإنسان بهذا الأسلوب فلن يبقى على وجه الأرض إنسان مطلقا. والذين يقولون بهذه المثلية يعودون فيتناقضون ويقولون نحن يجب أن نمكن هؤلاء الأسر المثلية، زوج وزوج، رجل ورجل، وامرأة وامرأة، يجب أن نتيح لهم لهؤلاء جميعا فرصة تبني الأبناء. إذن الأبوة راسخة في فطرة الإنسان، المرأة تريد أن تكون أما والرجل يريد أن يكون أبا، ولكنه يقطع الطريق، يقطع طريق الإنجاب. ونقول هذا متناقض، فإن كنتم تريدون الإنجاب وتريدون أن تستمتعوا بالإنجاب، والإنجاب هو جزء من البيئة، نحن نقول باحترام البيئة، هذا احترام البيئة، لأننا نجد هذا في الحيوانات من حولنا تتناسل، الحيوانات من حولنا لا تستشير، تتناسل الكلاب والقطط والحيوانات كلها، بل هناك حيوانات تساعد على الإنجاب عن طريق التخصيب صناعي كما يفعلون مثلا بالنسبة للبقر، ويفعلون بالنسبة للخيل وما إلى ذلك. إذا كنا نحن نعتني بالحيوانات لتنجب لتستمر، ونقول الإنسان يجب أن تتوقف عن الوجود، فهذا خلل كبير. وفي الوقت ذاته نقول بل نستدرك ونقول بل إن الرجل والرجل يحتاجان إلى صبي، لأنهم يرضيان بذلك الأبوة، عاطفة الأبوة مرتبطة بعاطفة بخاصية الإنجاب. وكذلك المرأة تقول إذن فمن أين نأتيكم بهؤلاء الذين تطلبون من الأطفال، هم يطلبون أطفالا، من أين نأتيكم؟ تطلبونهم من أناس ليسوا على شاكلتكم، من أناس يتزوجون وينجبون فقط، فما منعكم أن تتزوجوا وتنجبوا وتستريحوا؟ ثم من أين في هذا العصر، من أين يأتيك شخص، أين تجد شخصا يعطيك ولدا؟ من أين؟ لو طفت أوروبا كلها طولا وعرضا ما وجدت شخصا يتبرع عليك بولد، يعطيك هدية، يعطيك مالا، يعطيك شيء، ولكنه لا يعطيك ولد، لأن أصلا ليس عنده أولاد، عنده ولدان أو ثلاثة. تمشي عند أوروبي تقول له الله يخليك أعطيني واحد الولد أنا بغيت تربي، يقول لك سير بحالك، أنا عندي جوج ديال الدراري صافي نضرب حسابي بك، غادي يكون عندي ولد وبنت. ها منين تجيبو انت؟ اوروبا ما يعطيوكش، كل لايق، ما فيش السوق. اذا ذهب الى الشعوب الفقيره، الى الفقراء الذين يستطيعون ان يسعفوكم بابنائهم اللي عندهم 6 و7 ديال البز وكذا، هذوك يعطوكم، وحينما تعطونهم مالا يعطونكم ابناء. ما غاديش يعطيك تلك مال 6 و7، ما يعطيوكش، هذاك ما يعطيكش تجرو، إذا طلبت عليه جرو يقول لك شحال تخلص، ما يعطيكش ولد، واخا عنده ولاد 6، فإذا لم تعطيه لا يعطيك منطقيا. ولكن
أنت بطريقة من الطرق خصوصا في الجهات التي تكون فيها أزمات وكوارث وزلازل يأخذون، ولكن بثمن ولا يصرحون. ماذا تسمى هذه العملية؟ أليست نخاسة جديدة وشراء للبشر؟ نقول متاجرة بالبشر، أشياء أقل من هذا يسمونها متاجرة، أليست هذه متاجرة بالبشر؟ وحينما تأخذ طفلا تعطي أبويه ما شئت أن تعطيهما. وتعرفون قصة الطائرة التي احتجزت، طائرة فيها 100 طفل وكانت ذاهبة إلى أوروبا إلى فرنسا، وتدخل الرئيس. من كان هؤلاء الأطفال؟ كانوا أطفال أفارقة من عائلات فقيرة، كان الجوع يحاصرها والناس أعطوها. هذا الطفل الذي تأخذه إلى أوروبا ويكبر في أوروبا، أين إرادته؟ هل حينما تتحدث عنه يافعا يقول لك أنا قلت لك جيبني؟ أنا ما قلت لك جيبني، أنت تصرفت بدلا عني، أنا لم. لذلك حينما تحدثوا عن زواج القاصرين، لا نحد زواج القاصرات ياك، ونريد بيع القاصرين والقاصرات. إذا كان زواج القاصرين والقاصرات لا يجوز، أيجوز بيعهم وتحويلهم إلى بيئة أخرى؟ حينما يذهب إنسان من هذا القبيل أسمر اللون ليعيش في مثلا في عمق أوروبا مع أناس لا يشبهونه في الألوان ولا في الطباع ولا العدو، يجد نفسه نشازا، كيف يكون شعوره؟ سيعرف أنه طفل تعرض للبيع صغيرا. هذا هو التحليل اللي خصنا سيدي، المن حل ومن خلوش هذه الفوضى ديال الكلام اللي نجبروا الان، وكل واحد يريد شيئا يدفع في اتجاهه. ان اعود فاقول ان الجوهر الذي يقال به المفكرون هو القابل للاعراض، والاعراض تتوالى على الجوهر. اذا صفه الجوهر ما هي؟ صفه الجوهر ما هي؟ الجوهر صفته أنه قابل للأعراض، إذن هو ليس عارضا، هو يتقبل الأعراض وتتداول الأعراض على الجوهر، تتوالى. واحد. ثانيا الجواهر لا تتداخل، إذا كان هناك جوهر يبقى هو جوهر ولكنه لا يمتزج مع جوهر آخر ولا يتداخل معه. وهذه القضية أقربها فأقول حينما نتحدث عن قانون هو قانون الهوية، الهوية أردوا بالكم، أي حينما تكون أنت فأنت أنت، لا يمكنك أن تكون أنت وأنت شيء آخر، أنت بوحدك صافي كيفما كنت. لذلك يسمونه قانون الهوية، وهذا من قوانين المنطق. التفكير العقلي يقول دائما بقانون الشيء هو هو، لا يمكن أن يكون شيئا آخر. حينما يصبح العقل هزيلا وضعيفا ويأتي أناس يضحكون على عقل من هذا القبيل، يصورون للإنسان أنه يمكن أن يكون هو هنا وهو هناك وهو في، أي هو شخص، فيقول لك القائلون هذا مكان فيه ضريح لسي فلان، وهو في المغرب في هذه المدينة، وضريحه الآخر شوف اسمه في المدينة الأخرى في المغرب، وضريحه الآن في بغداد، وضريحه الرابع كي داروا هذا، واش قطعوه في الصلو كي داروا هادو. ولكن حينما يصبح العقل قابلا لهذا يكون قد فقد قدرته على الاشتغال، ما بقاش عقل، الشيء لابد أن يكون هو. في الأدبيات القديمة كانوا يأتون بمثال، كان أحدهم فيه غفلة أو حمق، ومعروف العرب كانوا دائما يمثلون ويقول هب النقة، هب النقة هو أحمق العرب، هب النقة، وكل قوم عندهم الهب النقة ديالهم، ماشي غير هو هذاك. هذا كان أحمق وكان
له آيات تجدنا في الأدب، رجعوا في بعض المواقع تقرأوا على هذا. وطبعا هو يكون شوية أحمق والآخرين يزيدوا عليه القصص والروايات كرويك يولي أكثر. فقالوا بأنه كان يعرف نفسه بخيط حبات من الخرز يضعها في 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 جيده في عنقه، وهو يعرف نفسه بها وما يعرفش نسوفها، كي يشوفها يقول أيوه هذا هو هذا النخل. فجاء أخوه وهو لا يعرف هذا الأمر وهو نائم، فأخذ منه هذا العقد ووضعه في عنقه، عجبه. فقام هذا هب النقة ينظر، فقال أنت، في مكان العقد هو أنت، أنا وأنا من؟ هذا السؤال. أنت أنا، لأن أنت في مكان العقد هذا هو هب، وأنا ذكر أني شايط زدت أني جاي. معنى يعرف نفسه دائما بهذا، بمعنى أنه يمكن يتحول هو إلى شيء آخر ويبقى عندنا بنادم شي حاجة شيطة. إذن هذا القانون مهم جدا في تنظيم التفكير، لأن الذين يلوحون للناس بأن الإنسان كان هنا ورا له ورا قاعد هنا ورا، يقول لك سي فلان راه هنا في الدار ديالهم راه هنا، وإلا مشيت تسول عليه راه جبرو في مكة راه يصلي، ومشيت تجبد ذكراه تما راه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يصلي معه. هذه العقول اللي تشتغلوا عليها، هذه عقول تنتج، هذه لن تنتج شيئا، عقول حافية فضية مسالية، والناس يجب عليهم أن يصدقوا بهذا. الإسلام ليس فيه شيء أو مرحلة يعطل فيها العقل، لا. معجزات حاجة، ولكن فيما سوى المعجزات، المعجزات هي ليست مخالفة للعقل، هي مخالفة للعادة، ولكن فيما سوى ذلك هناك دائما سبب ومسبب. حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قد قطعت، في المنام وأنا أنظر إليها قد قطعت وأنا أنظر إليها، فابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم قال وبماذا كنت تنظر؟ العينين دي رأسك مشات مشا فيها العينين، باش كنت تشوف بكرشك ولا باش كان؟ هذه مع غير رؤية، غير رؤية، مع ذلك ما فوتهالوش النبي صلى الله عليه وسلم. والناس قالوا فيها إن هذه كانت فيها حديث عن قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود في بعض كتب الله. المهم أن الإسلام دائما معنى يقبل يدعو إلى التعقل، ومباحث العقل في القرآن في الشريعة ماشي بحال هيك صورة نصوص، لا، كل الشريعة فيها تعقل، وهذا خصكم تحدوا بها الناس، تحدوا. قرا لي انت باب القياس في الفقه بلا تعقل، قل لي شنو هو باب القياس، قل لي ما هو معنى المقاصد كلها، مقاصد الشريعه اذا ما كنتش تتعقل الاشياء. كل الاشياء التي ترون تجدون فيها عقلا حاضرا، علوم الحديث هي علوم نقليه ولكن فيها تعقل كبير. إذا روى فلان عن فلان يقول المحدثون لابد أن يثبت لنا أنهما تعاصر على الأقل تعاصر. وذلك قال لما جاء الناس دعا الناس أشياء جئناهم بالتواريخ، تاريخ مش تاريخ، لا تواريخ، تاريخ وفيات، متى تبث لك أن فلان كان موجودا، فأنت تروي مثلا عن شخص مات قبل ولادتك بسبعين سنة، ترج مزيان مؤدب وكذا ومليح، قل لك مع ذلك أنت إما كذاب ولا رك غلط، هذا مجوش ما يقبلون لك شيء عقلا، لا يمكن، لأن أليس هذا تحكيما للعقل؟ لما يأتي البخاري بأكثر من هذا، والبخاري كان صلبا، البخاري كان سد شيء الآن كل الناس اللي شوف ابن ماجه ماشي في درجة البخاري، ابن ماجه ماشي في درجة البخاري، ما يتكلموش عليه الناس على ابن ماجه، ابن ماجه هو أقل كتب من ناحية كتب استوى أقلها صح ابن ماجه وتكلم فيها، لكن البخاري هو رأس هذا العلم، فلذلك يقع حط الناس عليه بلا عقل. ما كانش واحد فيهم لو فرضنا ان البخاري حي
لا يوجد من يستطيع أن يناظر البخاري في عشر ما يقول. البخاري كان له صنيع عال جدا، قمة الصناعة الحديثية البخاري. واضطر الناس إلى أن ينشئوا علما خاصا هو علم مناسبة الباب الحديث للباب، علم أي لماذا ذكر البخاري هذا الحديث في هذا الباب. حينما تحدث عن الولاة والأمراء من قريش لم يذكر هذا، قال لا يزال وال من قريش، لا يزال وال من قريش. لماذا؟ لأن هذا مولى صنعاء. لماذا لم يذكر في البخاري، لم يذكر في مصدر حديثه بسملة؟ علاش ما ذكرش؟ يا قاع الناس يقول اللي ألف غير شي كتاب لا خطبه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكرش، لأن هذا الحديث أي كل امرئ ذي بال لم يبتأ فيه ببسم الله فهو لم يثبت على شرطه ونقص مباشرة، ليقول لك إنه شيء عالي. وذلك كان الناس يضعون كتبا في مناسبة الحديث مع الباب الذي يريده فيه، وهذا شيء كبير. وكان أحد العلماء علي بن بلبان الفارسي له كتاب في بيان المناسبة للحديث للباب الذي، وهذا شيء ناس اشتغلوا عليه. ولكن احنا الحمد لله كل شيء عندنا يجينا، احنا جالسين في القهوة وكل شيء نعرفه بخاري ومسلم، ولا يعرفنا بخاري ولا مسلم. قالوا الآن شكون قال لكم باللي البخاري واش النبي، هذا واحد يتكلم معايا واحد المرة في شيء، قال لي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أنه في عمره هذا تحدث قاع بذيك الأحاديث كلها؟ وقال لي واش غير شي واحد خطير في شي دار، قال لي واش النبي، قال لي غير يقولوا، زي ما قال لي شنقول، يقولوا بأنه واش النبي يكون تكلم قاع بذيك الأحاديث. ها قلت له شوف وتكلم ولا ما تكلمش، ذوك اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلمش الاحاديث. قلت له شكون هو؟ لان خرجنا قلت له هذاك الانسان مكلخ، قلت له كلمه اخرى عاده مكلخ، ما يعني يفهمش، ما تستكثر على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون عنده هذا الكلام وهو عاش بعد رساله 23. ولا نقول لكم جزء اخر اللي ما, ما, ما لا يبد ان تهتموا به، وهو حديث رسول الله قبل البعثة. فين هو؟ وهو كما يقول بعض المحدثين الشيء مما يجب الاهتمام به، لأن الله تعالى استدل على الناس واحتج عليهم بحياته قبل. قد لبثت فيكم عمرا، ها وفي هذا العمر 40 سنة كان غير سكت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ثم 23 سنة تقول لي بأنه قال كلاما كثيرا. تعرفون أن بعض الذين جمعت كلماتهم كلامهم، بعض الزعماء، زعماء في الهند، غاندي جمع كلامه تقصي فكان أكثر من 100 مجلد. شكون اللي أنشأ الدولة الأمة؟ ماشي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان غير سكت، غير هكا سكت، ما لقي ناس أشخاصا، ما كان يقضي في الخصومات، ما كان يبين، كان نفسه يتكلم يوميا، كانت له مجلس يوميا في المدينة يتحدث فيه إلى الناس. ومع ذلك فالحديث الذي عندنا ليس مشكلة كبيرة. يقول وكيف كان البخاري يحفظ كل هذه؟ البارح ربما شفتوا شي واحد شفتوا هذاك شي نموذج شاب صغير يحفظ آلاف الأحاديث من 16 مصنف أعتقد، ولا هذا شيء سهل، هذا سهل. أمتنا في حفظها لا يمكن إنكار ذلك عليه. لما تقرأ قل إنسان الله يجزيك بخير، غير نقول لك واحد القضية باش تعرف راك نكلخ وباغي تحكم على المسلمين. المسلم الذي يحفظ الآن القرآن برواياته ولا يخطئ في واحدة منها، هل تجده في بلدك؟ احنا نقول كمبيوتر هذا. لما تأخذ الآن بعض الشعوب اهتمت بهذا، لما يقرأ لك الإنسان الآية يقول قال الله تعالى في سورة كذا الآية، شبان صغار يقولها، تعرفونها؟ والآن في مسابقات كاينين،
اقرأ الآية 32 من سورة الأنعام ويقرأها. هذه أمة أحبت دينها ففتح الله عليها هذه الفتوحات. نحن نعرف أنك إذا كنت تريد أن تقيسنا على الآخرين فالقياس لا يكون مع وجود الفارق. لا يوجد عند أهل الديانات كلها من يحفظ كتابه. تعرفون أن النصارى عشان تضيهم قد يذهبون في جنائز، يأخذوا واحد جنازة شتوها ويديوها ربما في المطار ويديو الراهب يمشي معه ويقول له قبل ما يدير خصو يقرا شي، يديروا المظلة ويبقى يقرا تما تما حتى يطيح عليه المطر وكذا. هو يقراش. هل رأيتم راهبا يقرأ الإنجيل من رأسه؟ حنا إلا بدا شي واحد يقرا ما يسكتش. آسي محمد احسب له، إلا بغيت شي واحد يقول لك فعلا كان اللي يبدا الفجر في السلكة إلا ما بغيت إلا ما حتى العشية ويقرا ولا يخطئ. هذا ماشي حنا ندعي وشي حاجه كاينه في لا يحفظوا هذا كل احاديث. ايوا كنت كان كلخ انت خلي الاخرين، اذا انت ما تحفظش خلي الناس. هذه امه تريد ان تقول لها تشكها في قدرتها على الحفظ. وثم ليس الحفظ كما يريد البعض، اذا سلموا لنا الحفظ قالوا انكم لا تفهمون. قل هو حفظ وفهم، ماشي الحفظ الذي ان الحفظ ما عندهمش لا يختلفان ولا يتقاطعان. تكون حافظا وتكون فاهما، وعلماؤنا كانوا حفاظا وفاهمين، وهل أمتنا على هذا تمضي؟ والولد عندنا شتو الحال الآن طفل أي في السنوات الآن في كل المسابقات كان دائما سابقة ديال حفظ القرآن، شحال عنده؟ كان عنده 9 سنين حفظ القرآن كامل. ما تفهموش أنتم هذا الظاهر، سواء تقول المسلم راه ما يكذبوا، 9 سنين حافظه ومجيد ومتقن. وعندنا ناس عندنا طلبة وعندنا الحمد لله يوقف في المحراب ما يطيحش. ما تصدقوش انتم هادشي. اذا فعلا شنو ما تقول فلان ما يحفظش؟ اجي نعطيك انا الان اللي يحفظ البخاري ومسلم، شحال نجيب لك؟ نجيب لك شحال منهم؟ احنا درنا مباريات ديال الموطا حفظوها غير الدراري صغار، الدراري حفظوا لانهم هم لا يعرفون هذه الطاقه عندهم اضاعوها واهملوها فلم تعد قادره على حفظ. هذا الشيء اللي كاين. طيب باش نقول لكم لماذا يقول هؤلاء بهذه. اذا نعود لهذه الصفات التي تتوارد على الجواهر، ونقتكم الجواهر من صفتها انها لا تتزاحم، ومن صفتها ايضا انها تنشأ من عدم. الجواهر ناشئة من عدم، ومن صفاتها انها تعود الى العدم. إن هذه قضية النشوء والخلق والفناء إلا عند الطبيعيين الذين يقولون إن الجواهر لا تعود إلى العدم. إذن كل شيء نشأ. جوهر الجبل، جبل طبقال جبل، ولكن يوما ما لم يكن الجبل جبلا في ذلك المكان، حين قبل أن يخلق الله ذلك المكان لم يكن فيه. ثم شاء الله تعالى وتعلقت إرادته وقدرته بالخلق فخلقه، ثم تتعلق إرادته بالإفناء فيفني. ونحن نرى الآن كيف يفني الله بعض البقاع وبعض المناطق بتسونامي وغير تسونامي، فيزيل أشياء قتيلا وتصبح هذه الأماكن أو الموجودات أثرا بعد عينين. نراها الآن، الناس يتخوفون من هذه الحوادث التي تأتي الآن، هذه الزوابع وهذه الزلازل وهذه البراكين. تعرفون كيف تفني هذا وتغير وجه الأرض. لأقول لكم إن هذه هي صفة الجواهر. هذه الجواهر أو الجوهر تتوارد عليه صفات أو أحوال 9. هي هذا الجوهر والأحوال 9 ويجب إدراكها من جانب تنظيم العقل. هذا ليس فيه لا يخالف شيئا من الشريعة. فيه أحوال وفيه أوصاف، حينما نضبطها نستطيع أن نصنف الأشياء ونستطيع أن نصنف الكائنات. فلا بد أن نقول إن هذا الجوهر تعتريه وتلم به أحوال. لابد أن يكون هناك كم، لا ترى الجوهر إلا من خلال كمه، كبير صغير
عريض، فمن خير الكم نحن نرى هذه الجواهر، ولا بد أن يكون له كيف، أي الكيفية. نحن الآن في كيوف متعددة، نحن كل واحد لنا في جسمه كم مختلف ولنا كيوف مختلفة. الكيف إما أن يكون كيفا جسميا مختلفا، أنا وأنت في اللون، في البشرة، في طولي، في أشياء كثيرة، هذه كيوف نحن نختلف فيها، أذكر هذا إن شاء الله من بعد توضحوه. ولابد كذلك من أن يكون هناك علاقة، وهي العلاقة التي سأذكرها في 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 بيت، ولا بد أن يكون هناك مكان، ولا بد أن يكون هناك زمان، ولا بد أن يكون هناك وضع، لا بد أن يكون هناك فعل، لا بد أن يكون هناك انفعال. هذه الأشياء التي تحيط بالكائنات كلها، وهي التي يسمونها بالمقولات. هذه مقولات عشر تحدث عنها أرسطو، وتحدث عنها المسلمون فيما بعد، وكتبوا في هذه المقولات، وكتب مثل كتاب إيساغوجي أي المقولات العشر، في قرأه المسلمون في لما تشوفوا الآن هذو اللي ما يقرأوا لا إيساغوجي ولا غير إيساغوجي، هذو يهضروا يديروا الصداعات. قرأ هذا العلم كل المسلمين في مساجدهم، وأسسوا عليه فهمهم طبعا، وربطوه بالشريعة الإسلامية، لم يخرجوا به عن حد الشريعة. زيد الطويل الأزرق، كان يقول الأسود بن مالك، زيد، سجلوا هذا البيت، زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي، وفي يده غصن أو عود أو سيف، سيف لواه فالتوى. هذه عشر مقولات سواء أو حواء كيف ما تقول، لأن هذا مروي بشيء، هذا بيتان يجمعان المقولات العشر، اكتبوها باش ما تنسوهاش. الدرس زيد هو الجوهر، الطويل الكم، الأزرق الكيف، ابن مالك الإضافة، في بيته المكان، بالأمس الزمان، كان متكي الوضع، وفي يده الملك، غصن في يده غصن هذيك ملك، لواه فعل، فالتوى الانفعال. هذا الشيء لك إن شاء الله بعد نوضح لكم إن شاء الله هذا، وهذا مهم جدا، لأن كلمة الكيف التي صرح بها القرآن أوحت باستعمال هذه الكلمة، لأن القرآن تحدث كلمة، طبعا كلمة استعملها استعمالا لغويا، ولكنها حاضرة بقوة في الفكر الإنساني. ولذلك حينما نتحدث عن كيف في القرآن يجب أن نستحضر هذه المعاني لنعرف ماذا نفهم نحن من كتاب ربنا في هذه الكلمة. إذن إن شاء الله أنا هذا الجواب ما زال ما جاوبتكمش، ربما إن شاء الله الأسبوع الجاي نجاوبكم على هذا السؤال ديال اللي غادي تسجلوه إن شاء الله، لأن الوقت لا يسمح، خصنا نستطيع نزيد أكثر من هذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.